لا شيء بإمكانه إيقاف الحرب بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثي، هكذا يقول الواقع والجنود وكل شيء في الجبهة. السياسة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلوا في إيقاف الحرب ولو مؤقتا حتى الآن، والجنود الذين يعملون محاربين في الجبهات الشرقية للبلاد ما زالوا في أماكنهم وبعدتهم الكاملة، يوجهون البنادق ويطلقون النار. المعارك الدائرة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي تتجه إلى الشرق من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، فبعد نحو شهر من سيطرة الميليشيا على معسكر اللبنات أعلن الجيش الوطني سيطرته الكاملة عليه مجددا. بشارة خير أن الأبطال تقدموا من الأقشع إلى الندر وإلى اللبنات، والأمور طيبة بإذن الله والقتال مستمر. السيطرة على المعسكر الواقع في مديرية خبوة الشعف لم تكن عملية منقطعة عن سياق المعركة الكلية، فقد تمكنت قوات الجيش المسنودة بالمقاومة وطائرة التحالف بعد معارك عنيفة من تحرير مناطق عدة، الجدر والأقشع، وصولا إلى سلسلة جبال الندر القريبة من مدينة الحزم. وبحسب بيان الجيش فإن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الميليشيا والاستيلاء على آليات عسكرية، وعلى ما يبدو فإن هذه المعارك التي يخوضها الجيش على أطراف المحافظة مقدمة لسلسلة معارك أخرى تضع في أولوياتها استعادة الجوف كلياً وتأمين الجهة الشرقية لمحافظة مأرب.